أصبح المجتمع مشغول بشكل كبير بالمخاطر اللي حواليه، علشان كده من غير المفاجئ إن العلماء الاجتماعيين يطلب منهم باستمرار التنبؤ بالمكان اللي هيحدث فيه الخطر، أو المكان المرجح إنه يحدث فيه الخطر، سواء كان الخطر ده بيتعلق بالجريمة أو الاضطراب، ومش بس التنبؤ بالمكان بل وبالزمان أيضاً، ومعرفة الأيام الأكثر خطورة في السنة، والأسباب اللي بتنتج عنها الخطورة دي. قبل ما نبدأ حلقتنا، انزل اشترك في القناة وفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد، وما تنساش تدعمنا بإعجاب على الفيديو، ويلا بينا نبدأ حلقتنا. باستخدام المعرفة عند العلماء عرفوا ان السلوك العدائي بيبلغ ذروته في الهالوين، وان العنف اكتر شيوعا في فصل الصيف، وخاصة في الايام الاكتر حرارة او الايام الحارة بشكل استثناء. لكن لما انطلب من العلماء تحديد اكتر ايام السنة خطورة، ادركوا ان البحث ده ما اتعملش قبل كده، وان الموضوع صعب جدا عليهم، لان عليهم ان هم يدرسوا مجموعة كبيرة من المخاطر اللي بتؤدي للوفاة غير الطبيعية او العرضية، من حوادث في اماكن العمل لحوادث الطرق للجرائم وغيرها. لكن ادرك العلماء ان البحث ده مهم جدا، بحيث ان تجنب المخاطر دي ممكن يزيد احساسنا بالرفاهية وكذلك تحسن الاقتصاد. وهنا بيأتي السؤال البديهي، ايه دخل الاقتصاد بالموضوع؟ الحقيقة ان سبق للحكومات والاكاديميين دراسة او حساب التكلفة المحيطة بالوفاة والاصابة، وده باستخدام معايير زي التكاليف الصحية بما في ذلك المعاناة اللي بيعيشها الاقارب من الخسارة، ده غير فقدان الانتاج ورسوم الخدمات وغيرها. بمعنى اوضح ان الشخص اللي مات ده كان بينتج، فبالتالي لما مات اتوقف انتاجه، فهنا في خسارة اقتصادية، ده غير الاسرة او الاشخاص اللي كان بيرعاهم الشخص اللي مات ده واللي انقطع الامداد عنهم بوفاته، ده غير ان الشخص ده كان بيدفع ضرائب وخدمات، فكان بشكل ما بيحسن اقتصاد الدولة او بيساهم في اقتصاد الدولة. والحسابات دي اظهرت ان القتل هو اكثر الحوادث المؤدية للوفاة تكلفة، بحيث بتقدر التكلفة بحوالي 3.2 مليون استرليني للحالة الواحدة، اما الانتحار فبيبلغ تكلفته حوالي 1.7 مليون استرليني. وعلى الرغم من انخفاض حوادث الطرق بشكل عام، الا ان المشاة وركاب الدراجات الهوائية والنارية اصبحوا اكثر عرضة للخطر، وبتكلف حالة الوفاة لهؤلاء في المتوسط 2.1 مليون استرليني. اما من ناحية الصناعة فبتمثل الانشاءات والزراعة اكتر المهن خطورة، واللي ما بينها الوفيات المبكرة المرتبطة بالسقوط من اماكن عالية او التعرض للضرب بواسطة الالات والمعدات الكبيرة، وبتكلف الحوادث دي 1.6 مليون استرليني لكل حالة. وزي ما قلنا التكلفة دي هي تكلفة الشخص الواحد من انتاج، يعني الشخص ده لو ما كانش مات كان تقريبا هيساهم في الانتاج بالرقم اللي قلناه. الحقيقة ان عشان العلماء يفهموا حالات الوفاة غير الطبيعية بشكل افضل، قاموا بتحليل 94,000 حالة وفاة غير طبيعية، واللي سجلها مكتب الإحصاءات الوطنية في جميع أنحاء إنجلترا وويلز، وده في الفترة ما بين 1 يناير 2011 و 31 ديسمبر 2015، وقاموا بالنظر في كل الأسباب الأساسية للوفاة علشان يجدوا الأشخاص اللي توفوا لأسباب غير طبيعية زي الحوادث والقتل وغيرها، ووصلوا لأن 63% من الوفيات غير الطبيعية كانوا من الرجال، و 37% بس كانوا من النساء، ومن النسبة دي وصل عدد أو نسبة الإصابات العرضية 57%، أما الانتحار أو إيذاء النفس وصل ل 26%، حوادث السيارات 8%، ومضاعفات أثناء الرعاية الطبية 5%، والاعتداء 4%. الحقيقة إن حالات الوفاة غير الطبيعية دي انتشرت على مدار العام، إلا إنها وصلت ذروتها في شهر ديسمبر ويناير، لما توفى 8416 شخص في شهر ديسمبر و 8467 شخص في شهر يناير. حوادث النقل والاعتداءات كانت أكتر شيوعاً يوم الجمعة والسبت والحد، أما الوفيات الناتجة عن إيذاء النفس المتعمد كانت أكتر شيوعاً يوم الاثنين. كان متوسط عمر الرجال اللي بيموتوا لأسباب خارجية هو 55 سنة، في حين كان متوسط عمر النساء 70 سنة، وده اللي بيعني إن الرجال كانوا أكتر عرضة للموت لأسباب غير طبيعية قبل سن التقاعد، كان اللي بتقل أعمارهم عن 65 سنة أكتر عرضة للموت من إيذاء النفس والاعتداءات وحوادث الطرق، وده مقارنة بمن هم فوق ال 65 سنة. طيب هل التحليل ده ممكن خلينا نتجنب خطر الموت غير الطبيعي؟ وهل في يوم معين بيزيد فيه خطر الموت غير الطبيعي نتيجة لنشاط معين؟ الحقيقة ولسوء الحظ فشل التحليل اللي دام لأكتر من 5 سنين في تسليط الضوء على أخطر يوم في السنة، وقعت معظم الوفيات يوم السبت 1 يناير 2011 ب77 حالة، والحد 1 يناير 2012 87 حالة، والحد 27 يناير 2013 84 حالة، والاثنين 9 يونيو 2014 81 حالة، والثلاث 3 مارس 2015 90 حالة. ومن الأعداد دي فشل العلماء في تحديد اليوم الأخطر، ولكن وجد العلماء ان احتمال حدوث الخطر في فصل الشتاء اكبر بمقدار الضعفين عن باقي الفصول، ووجدوا ان في اجازة نهاية الاسبوع
الأسبوع بيزيد الخطر بمقدار الضعف عن باقي الأيام، غير إن الأعياد زي احتفالات رأس السنة وغيرها بيزيد فيها الخطر بنسب كبيرة جدا مقارنة بباقي الأيام، وده طبعا بيرجع للاحتفالات والزحام اللي أكيد نسب العنف فيها بتزيد بشكل كبير، واحتمالات وقوع الحوادث فيها برضو بيزيد بنسب كبيرة. في النهاية أتمنى الخير لكل حد بيشوفنا، وربنا يبعد عنا وعنكم شر هذه الأخطار، وشكرا لكم على المشاهدة، وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر التنبيهات علشان يوصلكم كل جديد. شكرا ليكم، واشوفكم الحلقة الجاية.